شويه فيهم. الحقيقه انه بالتاكيد الدوله والقياده السياسيه بتولي هذا الملف اهميه خاصه، فكون ان احنا يعني نبتدي بافتتاح مصانع خاصة في محافظة السويس بتشريف معالي المحافظ خطوة كبيرة جدا قبل البدء في الفعالية نفسها لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة إن شاء الله في أبريل المقبل. فسعيدة وفخورة بهذا التعاون، وفخورة أيضا بأن إحنا بنصنع هنا في مصر، وده توجيه القيادة السياسية، وبالتأكيد فتح فرص عمل للمواطنين. وزي هو سيادة المحافظ ما بيقول، هو مستعد كمان ان هو يعني ياخد مش بس من ابناء المحافظة ولكن من محافظات اخرى. فاحنا بنفتح سوق عمل وفرص عمل للمصريين، وايضا بنؤكد على الحياة الكريمة. المصريين الحقيقة اولى ببلدهم، وهم اللي بيقدروا ان هم يشتغلوا وينموا ونعلمهم، لانه الصناعة مرتبطة بالموارد البشرية. فكنا ان احنا ندرب الايدي العامله بتاعتنا ونخليها انها تشتغل في مصانعنا، كل ده ايضا مش بس بيخدم على اتجاه الدوله للحياه الكريمه للمواطن، ولكن ايضا بيخدم على اتجاهاتها، وايضا على مبادره مراكب النجاه لمكافحه الهجره غير الشرعيه. انا بشكر حضرتك سياده المحافظ، وسعيده ان انا موجوده النهارده. الف مبروك مهندس شريف، الف مبروك المهندس احمد عبد الرازق.